بس لهذه المباراه، ويتوفر لك محمد شريف واحمد عبد القادر ووليد سليمان اللي اعطاك مؤشر زين في مباراه مونتيري انه فيها روح، انه فيها حماس، انه ممكن انا العب، ممكن اضيف لك. ليش ربع ساعه؟ ليش مش نص ساعه؟ يعني هو لما حال في الخساره يا كابتن كريم الواحد يحلل نفس ما يحب، ولكن هذه حقائق. حقائق في الكوره، المدرب مسؤول على الاختيارات وعلى القرارات. صحيح. وعلى تحضير الفريق وعلى التشكيل. صحيح. يعني لما ما تكونش موفق خلاص. هذه كره القدم، ما كانش موفق اليوم سيماني في تحضير المباراه، في التشكيل، وفي اداره المباراه والتغييرات. طبعا لازم نقر بانه اهداف جت في توقيت صعب جدا. هدف قبل الشوط، هدف في بدايه الشوط الثاني. انا طلبنا بالتغييرات بين الشوطين. صح. لانه في حاجات ما كانتش تصبر. صح. ما كانش لازم تنتظر. كان لازم هذا الفرق. الفرق في الجزئيات. ليش نستنى؟ ليش مش من بين الشوطين نعطي شوط لمحمد شريف؟ ليش؟ ليش ما نسحبش مثلا انا ابراهيم ياسر ابراهيم ونسحب ونرجع لاربع مدافعين وندخل قفشه في النص ونجيب طرف وتتغير، يعني نغير شكل الفريق ونلعب كوره. ليش وليش نسحب السوليه وهو في المود؟ ما كانش تحس السوليه تعبان، ما كنتش تحس السوليه، يعني احنا في اوج السيطره سحب السوليه. يعني صراحه مع كامل احتياراتي ما كانش موفق نهائيا. انت تدير النادي الاهلي، عندك ادوات، لازم تزيدني انت حاجه كمدرب. للامانه اليوم ما زادناش موسيماني، ما زادش النادي الاهلي ولا شيء حسب رايي هذا. طبعا ممكن في تحامل شويه على موسيماني، ولكن هو المسؤول الاول على الامور الفنيه واداره الفريق، تحضير الفريق، وما درسش المنافس. هذه النقطه اللي تقلق. يعني الهدفين جاءوا من جهه دودو، من الجهه اليمين بنفس الطريقه، فريق سريع، خساره الكره كانت غير مقبوله في نص النادي الاهلي. على اليمين في الهدف الاول، وعلى ومره ثانيه اليوديانج خسر الكره في الهدف الثاني، وبسرعه طبعا في اخطاء دفاعيه في التمركز، في الاندفاع الغير محسوب، كلف غالي. ولكن في الاخير المسؤول فنيا على اداره المباراه انا اعتقد هو موسيماني، وما كانش في حجم اللقاء اليوم.